هذه هي محكوكة. يا فين الشغفاء اخويا الياس؟ واش الطفل؟ واش الاخوة؟ واش العشغان؟ صباح عليكم بخير، اموركم هانياتون. خويا صمد ماكس، تحياتي. اش كازيد جانج قول، وفين اخي حمزة؟ طلع طلع اسعد. فاسمع روف بالقرآن، انت باباك سكيري سكوت. طفل شي دويكس. اوكي، ما داي اخويا ماشي. كيف بقيتي؟ شرف شاوي، كتسمعني مزيان؟ الو، بلوك اللايف. هبط خدموا هاد المصيبة، هادو مكيخدموش، مكيبغيوش يخدمو لي فان ستا، معرفتش علاش. فين اخاي السماد؟ اه هنا اخويا طارق. كتاو احنا امور ثانية وهداك مرتاح؟ ما كيهضر معاك حتى واحد تما. يا لا عارفين اني عشيرك اخاي السماد. الله يسرك. فين فين فينهم العشرة؟ اخويا؟ انت عشير ها فين؟ ما كاين حتى واحد فهاد اللايف عشير مع خونا. صالح خويا حمزة، خويا طارق، خويا حمزة تحياتي. هاتي خويا طارق جاية. هذا اسمه الصمادي، اشكازيت جينج. هذا هو اشكازيت جينج، هذا حمزة بن زروال، هو الممثل ديالنا. الله يحفظك اخويا حمزة. هذا هو، هذا هو ديك المرة بوه قلب عليه الطبلة بالفطار. شنو اخويا طارق؟ مزال اخي حمزة، كيف بقيتي؟ مزيان كتعال امور انا شخبار. واحد ابو حميد الوالده الحمد لله. اخويا كم طارق كتزورنا؟ ما والو وليدي، كتجي كدوز من هنايا وكتجي. انزين ان شاء الله ان شاء الله. يا صاحبي تطرق معايا شقيفات. علينا الشيط على خيطان. هادي يا صاحبي العاش كاين، برافو عليك. هي دي اللي قلت لهم انا فاس معروفه بالقران، انت باباك سكيري سكوت. ما كاين لا طارق لا قال لك، القضية محزوقة، هذه القضية محزوقة، أما القاضي رحم الله محظوظ. تساوي يكون محزوق. ما بقى والو، رمضان ويسالي ان شاء الله. والله ما كرهنا. شوف شوف العفريت والله ما كرهنا. الفريت كيفاش؟ الفريت كيقلي الفريت. لا والله ما كرهنا هذا رمضان اخويا، يبقى عبد الله صاحبي زعما حب سعيد الولف مصيبه. كي قد لك النعاس، كي قد لك كلش. يولي بنادم بيس مرتاح. هذا ايش هي هاي الدير هكاك شي شهرين حياتك كامله. ايوا اخويا الله يعطينا شي رمضان واحد اخر. مصر حد الله، زادوا في كل شيء، خصهم يزيدوا لنا حتى رمضان. هاد العام غادي يدوز الصيف طويل. الصيف يا بزاف، شهر 5، شهر 6، شهر 7، شهر 8، شهر 9. مزيان اه دابا مزيان. لبسيناس يا يخرج رمضان يحيي. ما كنمشي للبيسي لا ولا ودي، انا هناك الله مني. راه عندك وكان عارف الشارع عمر الصمد، فوق ما بغيت يا خي طارق. ان شاء الله يخرج رمضان. ممكن ما عرفش نعم الصمد، وين اللي مسخولها؟ والله ما كنعرف نعم الله. هانيه كتوقع
هم خلينا نتفرج. شوف شوف قدك بالنسنس ديك اللي كياكل الكلاب قدك يعلمهم السباحه. دابا تخيل خلينا نتعلم مع داك السباحه. طيب ذكرى كده مقرر قرر اخوي اخوي سليخة تشوف اشي لك يدرب قرر يا اخوي ذاك شي غريب ديال ده مقود فريقه بين ابراهيم. ابراهيم ولد الحرام يقول له يطلع ناوي يطلع عندك يصدق مفلس قوي ده فريق. مزيان اخي حمزه الله يسترك اخوي طارق ماشي جديد يا مقال فلوقات لا تلعب خويا اه يا ابراهيم صافي سي ابراهيم صافي كي دازي مع رمضان الدراري هما فين مشيت يا ابراهيم صافي يلاه جيت اليوم واش داك العب عندهم يا وطن الدراري صافي زين اخي ابراهيم والله الا صافي برادر ترونكي ابراهيم الصمادي فرحتني بواحد البران اخويا قلت انا وسلم على الدري وتقحب سلم على الدري الاول قول له السلام اصاحبي قول له السلام سي حمزه. حمزه كي داير اخويا حمزه الله يخلي لك الصحه يرحم الوالدين هكاك الله ينعلم امك الوالدين ان شاء الله مر رمضان نشوفو رمضان طارق كيجي لعندنا وكذا قديت له جلسه زوين على الكني ثاني غادي في طور انجاز قول له معلم طارق يديروا لك بلاصه عفسي فين في داك الكور في الكور تما تقات هذيك اللعبه داك تما حط امك بحال الكلبه ود الخبه بالليله وجدت لك بلاصتك قسما بالله وجدت لك بلاصه. انا عندي بلاصه هنايا وبلاصه في الاخيره بزاف البلايص البلايص كلهم ديالي اشوف مور رمضان مور رمضان راه الصيف يدوز طويل فهمتيني مزيان صيف طويل هاد العام اه صاحبي خصنا نديرو ماشي مشكل يضحك مخصوص اخر ولد الحرام العاقة هي داخل لا درهم نشريو موفاكاش اه 6000 درهم 3000 درهم 10000 درهم هذا مسخوط الوالد من الكبار ولي يسرك عبد ابراهيم لحقتك اخويا الصمار صافي يا ابراهيم هو هذاك اللي زار سفرك عارف انستغرام ديالك لا انت بلاتي شوف الناس الله يعلم امك الوالدين نزل ماشي حمزه وقيلا مشات له كونيكسيون تسقط على اللايف اه يمكن. المهم هذا ما كان اخوتي بلاتي عليك الصمت خليك خليك معاك اخوي انت الله شي واحد دوي ما هنا انت هو المانجر ديالي شوف لنا شي في سيزا لا نشوف واحد خونا هذا ابراهيم شاح طواج دي لا خي كله لا ما تقولهاش ما تقولهاش طيح لك في البال طيح لك على بالك وفين اخي فين اخونا العشير مطهورة الحال ونكسيون في ريام طيب لو يلا نصحروا يلا كده غير صباح شوفوا شي انسان اخر شو واحد هو صعب كيسلم عليك اخويا كيسلاكس تحياتي اخويا كيسلاكس شوف راه واحد قال روس باكين وقيلا راه محطوط خصنا نخليو نجيبو كيسلاكس اخويا كيسلاكس ضربوا المرق الربيع الدر مازال اشي حنا كي بدا سال 4 ونص نشوف هاد الانسان دابا ولا كي ذا مرق 4 ونص ولا 16 ربع 16 دقيقه كي كي ود طارق عارف لونو يا ويلي لا الجام ما تتوان عنده الدار كطلع على الجام اسمع راه دابا راه كاين دابا راهم كيختموا حيت الليله تسباوي ولا 20 فايقين معنا قول لي الفريق الصاري الناضي يا اخي سماد لا دابا يقولوا الدراري داكشي ضاعت
خاصنا شي، خاصنا دابا شي بي في ياك السمو هلفي نخدمو ريضا واش هذاك يهضر ولا تسلا؟ لا لا يا تسلا ريضا راه فمو فلوس انا خاي تسلا اخي طارق عشتيني بديتي لنا في داك الشيء ولا مازال؟ بديتي نقول له شي طالع مقاود بزاف قرب يتسلا دويست هذاك ياك يتلحق يطلع انا دابا شويه ديال لي زارمونيك ديال العيبات تنجي نوريك لهم تاتريك هادشي لعيبات ولي حطوا ميلوديات مقودين لا تسلا كاي ويلي مسيا تسلا كما فاتشي تخالي تخالي خدم ما هاديك شي قطار الدراري شوف اش كاسير الدراري كاملين تبارك الله راك عارف الله يحفظك وعاد فاش كنجي انا اخاي حسام هادي كيزيد داكشي داكشي كيزيد مزيان راك عارف اخاي حسام هادي الخبار في راسك قسم يفيقوا معنا وافقوا معنا راك عارف كلش ايوا السلوك لك وقنا نمشيو نتسحروا الصماديه قلتي امسيه ثانيه